وزارة التربية الوطنية تفرج عن برنامج زمني المنظم للسنة الدراسية الجديدة في الأطوار التعليمية الثلاث، حيث أبقت على مواقيت مرحلة التعليم الابتدائي نفسها قبل جائحة كورونا، مع إضافة توقيت اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة ابتدائي والمحددة بساعة ونصف يتم تقسيمها حصتين في الأسبوع ولا تتعدى 45 دقيقة. الشيء الذي تغير فقط هي إضافة 90 دقيقة للغة الإنجليزية بالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي. بالمطالب الوطنية سواء للهيئات التفتيش من خلال تقارير المفتشين أو من خلال الشريك الاجتماعي النقابات أو من خلال الأساتذة عبر الوطن، كانت تنادي وتطلب من الوزارة تخفيف البرامج وبالتالي تخفيف الحجم الساعي عن أستاذ المدرسة الابتدائية. توجيهات بخصوص إعداد جدول استعمال زمني، أهمها تجنب برمجة حصص اللغة الإنجليزية والفرنسية في نفس الوقت، والتنسيق بين مديري الابتدائي وأساتذة اللغة الإنجليزية في إعداد التوقيت الزمني لتجنب إعناء تنقل الأستاذ من مدرسة لأخرى. فقط بالنسبة للإنجليزية، بعد ما أضافت الوزارة 90 دقيقة لمادة اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة ابتدائي، اشترطت على المديرين وعلى مديري التربية بأن تكون توزيع اللغة الإنجليزية مخالف لتوزيع اللغة الفرنسية. بإمكان الأستاذ يتنقل معناها راجلا ولا يتنقل عن طريق وسيلة النقل. تكليف أستاذ واحد للتدريس في ثلاث مؤسسات تربوية وبحصتين في الأسبوع سيصعب من مهامه نظرا لبعد المؤسسات عن بعضها، في انتظار مراجعة الحجم الساعي لمساعدة التلاميذ والأستاذ معا وتوفير ظروف جيدة.